الحكم بيرفع ثلاث دقايق وقت بدل ضايع. يلا بقى يا جدعان يلا بقى. ثلاث دقايق وقت بدل ضايع ان شاء الله هم دول اللي يجيبوهم الهدف ان شاء الله. جدعان انفرادات بالجملة، كل شوية ده انفراد مش ممكن بجد. واضح ان احنا يعني المباراة شكلها كده هتخلص 0-0. الحكم صفر يا جماعه، صفر نهايه المباراه. لعيبه سيراليون بيحتفلوا بالتعادل مع بطل افريقيا. خارجين هون يا جماعه. ثانك يو في جولي. خروج لاعيبه منتخب الجزائر يا جماعه. Yeah.
جمال بن العمري و وبلايلي كانوا بيشاوروا للجمهور يا جماعه، بيقولوا لهم ان شاء الله اللي جاي الماتش اللي جاي هيكون احسن وحاجه كويسه جدا، نشوفوا مين اللي خد احسن لاعب في المباراه. هو حارس منتخب سيراليون خد جايزه افضل حارس او افضل لاعب في المباراه، هو الحارس الحقيقه يستحقها بلعب ماتش عمره قدام المنتخب الجزائري، ده صد بتاع 5 6 جوان الحقيقه. مستنيين خروج جمال بن ماضي اللي مش شايفه. جمال بن ماضي ستيل تو كام. مستنيين خروج جمال بن ماضي. حارس المرمى يا جماعه عمل شغل عالي. مبروك عليه الحقيقه يعني، مبروك عليه. عايزين نشوف بقى جمال بن ماضي. بن ماضي خرج. خلاص اعلان. النتيجة مخيبة بس الجو يا جماعة صعب، الجو صعب جدا ودرجة الحرارة أنا مش قادر أرفع إيديا من الحر والرطوبة. أعتقد إن الموضوع ده أثر كتير على لعيبة الجزائر. اللي جاي هيبقى أحسن. مبروك 35 مباراة بدون خسارة. أنا من بره شايف إن رايحين الساحة. إحنا كانوا مسيرين ومحبين الشوط ده رايحين الساحة. جمهور الجزائر يا جماعة بيسقف للاعيبة سيراليون. جمهور الجزائر بيسقف للاعيبة سيراليون. لقطة جميلة جدا جدا. تحية متبادلة. محمد محمد عبد الله عبد الله دي الاجواء مباشرة يا جماعة بعد نهاية المباراة. اجواء جميلة قوي و يعني حاجة ظريفة، لكن النتيجة بس هي اللي ما كانتش عجبانا. إن شاء الله فرصة أخرى، إن شاء الله إن شاء الله فرصة أخرى، إن شاء الله نسجل ونفوز بإذن الله في المباراة اللي جاية إن شاء الله. مبروك علينا 35 مباراة بدون خسارة. جمهور الجزائر كان مستني نتيجة أفضل من كده، لكن معلش هي دي الكورة. عينيك استوائية. عينيك استوائية. عبد الله من الجهاز المنتخب الجزائري رفع لنا المية دي، أشكره جدا، أشكره جدا جدا. جاب لنا ميه. الجو يا جماعه صعب جدا، الجو صعب جدا. خالد زعلان؟ زعلان زعلان وفرحان، لكن كنت متوقع مباراه صعبه. الجو يعني صعب جدا. صراحه الافريقيه لا تصلح لكره القدم، لا تصلح لكره القدم، كل شيء الا كره القدم. مباراه الساعه الثانيه ظهر ودرجه الرطوبه 90%. احنا كمشجعين تعبنا، مش قادر اتحرك والله، والله العظيم مش قادر اتنفس. فما بالك احنا مشجعين انقهرنا صدق، فما بالك اللاعبين. طب التنظيم بقى يا راجل، التنظيم سيء بتاتا. لا يمكن التنظيم سيء بتاتا. انتم برمج مباراه كره قدم اذا عكس عكس مصر 2019 والله العظيم. قال كلمه حق كان الوضع مختلف. مشكله مختلف يا تنظيم سيء. انا اقولها من هذا المنبر، اللي برمج هذه المباراه في هذا الوقت ده وقت العقليه، والله العظيم وقت العقليه. البطوله دي انا اعتقد
والله ما كانش المفروض تتنظم في الساعه، ممكن تتنقل مكان ثاني، لكن الوضع الوضع يا جماعه صعب، المواصلات صعبه، السكن صعب، التنظيم صعب جدا. ايوه الامنيه، ايوه الامن، الامن اللي هي جوه مش قادرين نتنفس يا اخويا، مش قادرين نتنفس. المهم 35 مباراه واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم يا اخويا. طيب زي ما قال خالد الاداء ما كانش قوي، لكن الحمد لله الحمد لله اللي جاي هيكون احسن ان شاء الله. استنونا لسه هنجيب لكم اجواء كتيره من كل حته. اللي وصل اللي وصل في الفيديو لغايه هنا هيعمل لنا ايه بقى؟ ان شاء الله المقابله ان شاء الله الجايه نعوضه ان شاء الله. ان شاء الله المقابله صعيبه، درجه الحراره ان شاء الله. كل الناس بقى يعملوا لايك للفيديو وشير. يلا يا جدعان سلام مؤقت، نعمل فيديو تاني بعد دقايق هينزل ان شاء الله. سلام.